أهلا بكم. أوقف الصحفي سليمان الريسوني المدان مؤخرا بالسجن 5 سنوات في قضية اعتداء جنسي إضرابه عن الطعام الذي نفذه لمدة 122 يوما كأطول إضراب في تاريخ المضربين عن الطعام في المغرب احتجاجا على ظروف اعتقاله، وذلك بعد نقله إلى المستشفى وفق ما أفاد محاميه. وقال المحامي محمد المسعودي إن الريسوني أوقف السبت 8 غشت 2021 إضرابه عن الطعام بعد نقله إلى المستشفى واستجابة لنداء عائلته ودفاعه ومئات الشخصيات والهيئات الوطنية والدولية. ونقل عنه قوله: أكد لي طبيب السجن أن وضعي خطير، وليس أمامك وأمامنا إلا وقف الإضراب عن الطعام أو الموت. وكان الريسوني البالغ من العمر 49 عاما والمعتقل منذ ماي 2020 يشترط أن ينقل إلى المستشفى ليوقف إضرابه عن الطعام وفق ما نقل عنه دفاعه في وقت سابق، في حين أكدت إدارة السجون أن الصحفي هو الذي يرفض أن ينقل لتلقي العلاج. المشاهدين، قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.